بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد في الجزء السابع لشرح أكبر برنامج في إحصاء القرآن العظيم. طبعا هذا البرنامج له ميزات كبيرة كبيرة جدا أيها الأحبة، ولن نستطيع أن نحيط كاملا بها لأننا كل فترة نقوم بتطويره وإضافة ميزات جديدة. اليوم أحببت أن أتأمل معكم واجهة البرنامج والإحصاء بالجذور. الإحصاء بالجذور أيها الأحبة، هنا أنا لدي في البرنامج أحبتي في الله هذا الزر، هنا عندما تضغطه يعطيك الإحصاء بالجذور. الإحصاء بالجذور، قبل ذلك طبعا هنا لدي موضوع الألوان، تستطيع أن تتحكم من هنا حول البرنامج، تنسيقات وألوان، تكبر الخط مثلا، تكبر خط العرض هنا مثلا، هنا تستطيع أن تكبر الخط، انظروا هكذا تمام، تصغر الخط، تغير اللون، تغير لون خط مربع العرض، تغير لون خلفية مربع العرض مثلا، ممكن أن تكون هكذا مثلا، يعني هناك خيارات واسعة يمكن أن تتدرب عليها. اليوم سنبحث في الجذور. ما هو الجذور؟ أي أننا نستطيع أن نبحث عن أي كلمة وفق الجذر اللغوي لها، وهذه ميزة رائعة جدا أحبتي في الله، ميزة رائعة جدا. يعني أنا مثلا لدي كلمة مثلا كلمة وجد، سنكتب وجد هنا في مربع البحث، طبعا بعد الضغط هنا على الإحصاء بالجذور، ونطلب من البرنامج أن يبحث لنا. لدينا 107 كلمات جذرها اللغوي وجد، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وأتموا الحج والعمرة لله، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا أنا لدي هنا 107 نتائج مشتقات كلمة وجد بكل مشتقاتها، تجد مثلا هنا لوجدوا، وهكذا. تستطيع أن تستعرض هذه الآيات آية آية، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب أنا هنا أريد أن أبحث مثلا عن كلمة لا أعلم جذرها، يعني مثلا أنا لدي كلمة مثلا كلمة أشركوا هنا مثلا، أشركوا، أو نختار كلمة صعبة نوعا ما مثلا أحصرتم، كلمة أحصرتم، ما هو الجذر اللغوي؟ لا أعلمه، يكفي أن أحدد هذه الكلمة هنا، أحددها وأضغط هنا بالماوس هنا داخل هذا المربع، أعطاني ماذا؟ الجذر اللغوي مباشرة، حصر. طيب استيسر، ما هو جذرها اللغوي؟ أحددها ثم أضغط هنا يسر. طيب مثلا كلمة كاملة، تلك 10 كاملة، ما هو جذر كاملة؟ أضغط هنا في الأعلى يعطيك الجذر كملة، وهكذا. مثلا حاضري، حاضري، أحدد هذه الكلمة وأضغط هنا حضر. شديد، ما هو جذرها؟ أضغط هنا شدد. أعرض آيات القرآن كاملة ثم أبحث عن مشتقات كلمة شدد،
إذن أشد لدينا 102 مشتق، أشد قسوة. وهنا لدينا هذه الآية فيها كلمة إلى أشد العذاب، وهنا هذه الآية أشد حبا لله. إذن يعطيني الكلمة بكل مشتقاتها أيها الأحبة. دعوني أصغر الخط قليلا من هنا لكي نكسب مساحة أكبر. إذن أحبتي في الله، هنا أشد وشديد، هنا هذه الآية فيها أشد وشديد مرتين، الآية التي تليها فيها مرة واحدة أشد. هنا يكتب على اليسار شدد. طيب أنا أريد أن أحدد مثلا عدة آيات، آيتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كل آية طبعا يعطيك منفردة هنا على اليسار كم جذر لغوي فيها لكلمة شدد، وهكذا كما نرى هنا أن يبلغ أشدهما. أشدهما أيضا جذر لغوي هو شدد. طيب الآن أنا لدي مثلا آية في القرآن، مثلا يعني لدي آية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب ما هو الجذر اللغوي؟ نحدد هذه الكلمة ثم نكتب هنا أعطاني كتب، إذن كتب. طيب هدى عندما أضع الماوس عليها أعطاني الجذر اللغوي أيضا هدايا، كما نرى أمامنا أيها الأحبة أعطاني الجذر اللغوي هدايا. هنا للمتقين ما هو الجذر اللغوي؟ هو وقايا، وقايا. طيب أنا أريد أن أبحث عن كلمة وقايا وكلمة هدايا، يعني لدي كلمتان وقايا بمشتقاتها المتقين اتقوا كذا، وهدايا مهتدين هدى كذا. سأبحث عن الآيات التي فيها إحدى هاتين الكلمتين. نجد هنا 574 الآية الأولى اهدنا الصراط المستقيم هدى للمتقين أولئك على هدى من ربهم بالهدى مهتدين هنا إلى آخره، هنا كلمة فاتقوا. طيب أنا أريد أن أحضر الآيات حيث يعني هنا على اليسار انظروا أحبتي في الله، هنا لدي خيارات البحث، جذر على الأقل، يعني أي كلم أي آية فيها أحد مشتقات وقايا أو هدايا يخرجها، يكفي كلمة واحدة جذر واحد على الأقل. لدي خيار في البحث جذر على الأقل مرة واحدة، جذر على الأقل الموضع مرة واحدة. هنا الخيارات على اليسار، خيارات البحث، الجذور معا. طبعا هذه تجربونها، كل واحدة تعطيك مثلا الجذور متتالية، متتالية دون تداخل، متتالية مرتبة إلى آخره، سنشرحها إن شاء الله. إذا أردنا الجذور معا، يعني أريد الآيات التي فيها الجذرين معا، يعني الآيات التي فيها وقايا وهدايا، أضغط هنا الجذور معا ثم أنتقل إلى بحث. أعطاني 27 آية. الآية الأولى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الثانية ورد فيها الهدي مشتقات هدايا، وكلمة واتقوا مشتقات وقايا. الآية الثالثة هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، إذن كلمة هدى وكلمة للمتقين اجتمعتا، يعني أحد جذور كلمة وقايا وهدايا في آية واحدة.
إذن هنا أيضا آية اجتمع فيها التقوى والتقوى والهدي وهكذا، كما نرى أمامنا الآيات التي اجتمعت فيها مثلا، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. طيب، يمكن أن تضيف هنا مثلا كلمة أله. أله هي مشتقات اسم الله تبارك وتعالى، ونضغط، أعطانا 32 نتيجة. طبعا كل الآيات التي فيها ثلاثة مشتقات، وقايا هدايا إله. طيب أنا أريد أن أضيف هنا مثلا حججة، الحج حججة، أعطاني آية واحدة فيها وقايا هدايا إله حججة، لا يوجد غيرها. كما نرى أمامنا أيها الأحبة، إذن عندما نريد أن نبحث عن جذور معا يكفي أن نكتب هذه الجذور بشكل متتالي بفواصل بينها، فراغات، ثم نطلب من البرنامج أن يبحث عن هذه الجذور، مثلا الجذور معا. طيب هنا عندي خيار الجذور مرتبة لا يهم السبق، يعني مثال، سنأخذ مثال آخر أيها الأحبة، يعني أنا مثلا لدي مثلا والله عزيز حكيم، أريد أن أبحث عن كلمة عزز وحكم، لأنه الجذر اللغوي لكلمة عزيز هو عزز، وحكيم حكم، أريد أن أبحث عن الجذور مرتبة ولكن لا يهم السبق، يعني ممكن أن يأتي هذا قبل هذا. أبحث، أعطاني 94 آية، العزيز الحكيم، عزيز حكيم. طيب إذا أردت أن تكون مرتبة، يعني مرتبة مع السبق، يعني عزيز تسبق حكيم، أضغط، أعطاني 92، إذن قل عدد الآيات. طيب الجذور متتالية بشرط يأتي الجذران متتاليان، 47 فقط، يعني 47 آية جاءت كلمة عزيز مباشرة بعدها كلمة حكيم، الجذور متتالية يعني مباشرة مرتبة ومتتالية. طيب مثلا هنا تستطيع أحبتي أن تجربوا هذه الخيارات واحدة واحدة، وسنشرحها إن شاء الله في لقاء قادم. إذن خلاصة هذه الحلقة أنك تستطيع أن من هنا، طبعا هنا الإحصاء العادي، لو ضغطت عزز وحكم لن يخرج لك شيء، لا يوجد هذا الكلام في القرآن، ولكن تضغط إحصاء الجذور ثم تضع هنا ما تشاء، يعني أنا أريد مثلا كلمة رحمة، أبحث عنها، أعطاني 339 مرة. طيب كلمة أله، إله، أعطاني 16 نتيجة فقط، أو 15 آية حتى، كما نرى هنا الشريط الأصفر في الوسط، لأننا طلبنا الجذور متتالية، يعني طيب متتالية مع السبق، مرتبة مع السبق، نبحث، أعطاني 40، يعني الأرحام رحمة إله، آية الثانية برحمته والله، يعني الرحمة أولا ثم الله، رحمة إله، مرتبة الجذور مرتبة مع السبق، الجذور متتالية مرتبة، سنختار هذا الخيار ونضغط بحث، أعطاني 10 فقط، يعني كلمة رحمة وكلمة أله مرتبة، رحمة الله، ففي رحمة الله، رحمة الله، إذن وهكذا 10 آيات، سيرحمهم الله،
رحمة الله. إذا عكسنا الترتيب قلنا نريد مثلا كلمة ألها أولا ثم رحمة، ونبحث بنفس الخيار، انظروا سيعطيني 6 نتائج فقط. جذور متتالية مرتبة هنا على اليسار، متتالية مرتبة، يعني كم آية فيها ألها ثم رحمة مباشرة متتالية ومرتبة؟ الله برحمته، الله برحمته، الله رحمته. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. 6 مرات فقط. إذن أيها الأحبة، البحث في الجذور طويل جدا ومعقد، وهناك بحث في الإعراب، بحث في الكلمات المنفردة، يعني لا زال البحث مستمرا. سنلتقي إن شاء الله قريبا في لقاء قادم لنستكمل رحلة البحث في إحصاء القرآن الكريم وشرح هذا البرنامج بالتفصيل إن شاء الله. لا تنسون من دعائكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة